حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني محيقيب قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحص قال فقال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن محيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني محيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني مزاحم بن أبي مزاحمين عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة معتمرا فدخل مكة ليلا ثم خرج من تحت ليلته فأصبح الجعرانة كبائت فلما زالت الشمس أخذها في بطن سرف حتى جمع الطريق طريق المدينة قال فلذلك خفيت عمرته. حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحمين عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فذكره